بلش معكم الفيديو من البداية، من لما بلشنا ركبناها لحتى تشوفوا بالأخير النتيجة النهائية. هلأ من شوي لسه خلصنا تركيبها بالكامل، حتى هدول الأضوية الإنارات اللي فوق هلأ يعني من ثواني خلصناهم، كتير كتير أخذوا وقت يا جماعة. حبيت ورجيكم إياها هي وهيك فاضية، من شان هلا بدي بلش ارتب فيها كل الملابس والاشياء اللي عندي. صحيح اهم شغله بدي ورجيكم اياها بالغرفه هي هذا الدرج. هذا درج الاكسسوارات، في له منظمات خاصه فيه، طلبتها مع الغرفه بس لسه ما وصلت، فبس توصل رح ورجيكم اياها. على فكره هلا نحن عم ننقل فكتير تعبانه ومرضت وصوتي راح. تالا واو كتير كتير حلو. هلا بدي مسحها لانه نحن عم نركبها تغبرت وهيك، فبدي مسح كل شيء وبلش رتب الملابس فيه. وكمان صحيح هون لسه طلبت تسريحه، رح يجي هون تسريحه مع مرايه، وهون هيك رح احاول احط ديكورات. يعني هلا حتشوفوا رح تتطور الغرفه كثير، ما حيضل هيك شكلها. اوكي هذا الجاكيت يا جماعه جبته معي بس للتجربه، لانه نحن عم نعلق هدول ما عرفت اذا فيني طالهم، لانه انتم فيكم تعلقوهم بالارتفاع اللي بدكم اياه. فجبت هذا قلت له لحسام لحتى جرب قبل ما تثبت لي الباقي اذا فيني طال او لا. فشوفوا حسينا هيك الارتفاع المناسب، يعني جبته للجاكيت بس للتجربه. فبعد ما ركبنا هاي اول وحده وحسيت انه الجاكيت ارتفاعه منيح من شان ايدي، كملنا وعملنا باقي الخزن. كمان ما تنسوا تشتركوا بقناتي حتى تشوفوا باقي الديكورات بكل البيت، رح صور لكم غرفه غرفه شو رح اعمل فيه. لا تنسوا تتابعوني على سناب شات، هنيك عم صور لكم خطوه بخطوه ويوميات كل شيء عم بيصير بالبيت. تابعوني هنيك ويلا خلونا نبلش. بلوزات الصوف هدول بيجوا كتير سماك، فشو فكرت بما انه جايين على الصيف قلت رح رتبهم كلهم بهاي الصناديق البيضة ورح ارفعهم. شايفين هذا الرف هنيك فوق، رح احط وحده هون ووحده هنيك بالزاويه. اوكي هلا خلصت ضب اول وحده تقريبا. اوكي وهذا الصندوق الثاني، هلا حطيت فيه كل الجواكيت الشتويه والبلوزات الصوف اللي كتير سميكه، يعني مو كل الجواكيت، لسه في جواكيت برا بس انه وسع مثل عادة، بتحسوه كأنه شنطة سفر كتير وسع اشياء، انه شنطة سفر بتسكروه مثل الشنطة. وهذا اول واحد، شوفوا شلون اجا مكانه، والله كأنه حفر وتلزيق. يعني اوكي بتتذكروا هدول علب تنظيم المكياج اللي اشتريتهم وورجيتكم اياهم الفيديو الماضي، يمكن اخر فيديو على قناتي. هلا اجا وقتهم. هلا هدول علب الارواج رح افتحهم كلهم من علبهم وحطهم بهي، بس بدي اجرب اول شيء وحده نشوف اذا بتسع، لانه شوفوا هي العلبه الكرتون ما بتسع لحالها، فبدي احط بس هدول. هلا بدي افتحهم كلهم. اوكي بعد ما صار لي ساعه عم بفتح كل الكراتين، هلا خلصت وبدي بلش رتبهم هون. اوكي يا جماعه بعد ما علقت الملابس ما صورت لكم كثير لانه عن جد كثير اخذوا مني وقت، هيك كنت عم فكر كيف بدي رتبهم وزبطهم. المهم هلا بدي رتب هاي الزاويه، شايفين هاي الزاويه هون هيك لتحت. عم فكر هون بهذا القسم هذا اللي هون احط الشناتي، وهون هلا كمان جبت الشوزات مشان بدي احطهم هون. صحيح يا جماعة أنا وقت عملت معكم الجولة والغرفة فاضية كانوا هدول لسه ما وصلانين، فشوفوا رجعت طلبتهم ووصلوا لي اياهم الحمد لله. اخترت هون يكون في هذا الجزء تبع الخواتم، وهون بتحطوا السلسال، يعني شوفوا مثلا وينه هذا، هلا كان في سلسال
مثلا عندكم اي سلسال بتحطوه هيك بهذا الشكل بيطلع كتير حلو. هاي فيكم تحطوا ساعات، نظارات، انا شفتهم حاطين نظارات هون، بس انا بلشت صف الساعات تبعوني. على فكره انتم فيكم تختاروا التقسيمات اللي بدكم اياها، فانا حسيت هاي التقسيمات افيد شيء واخترتها لهداك الطرف كمان نفسها. اوكي يا جماعه، شايفين هاي المكياجات كلها بالارض؟ قبل شوي هيك فرستها وجمعت كل المجموعات اللي مثل بعضها منشان هلا ارتبهم بهذا الدرج. اوف حوسه حوسه الموضوع، يعني هذا الموضوع هلا حاليا بده يمكن ساعتين، لي ساعه بس عم رتبهم، وهلا بدي ساعه ثانيه لاعرف شلون بدي زبطهم هون. المنظمات للادراج انا حبيتهم لانه هذا الدرج شفاف، فلما ببين هيك لبرا ابيض حسيت بيطلع حلو. في منهم كل المقاسات، انا هدول كان عندي اياهم من قبل. جينا على ترتيب التسريحة، شوفوا هاي هي التسريحة اللي انا اخترتها. فالدرج تبعه هو بتحسوه مخفي بس هو كتير حلو، بيسع كتير اشياء، وحبيت انه شوفوا بيجي معه هاي الشغلة هيك مثل قماشة خلي الغراض تثبت بالدرج وهيك وما تروح وتجي. فاتوقع هذا الدرج بيلزمه هذا الحجم الصغير. وهون طبعا عندي الديكورات والمكياجات اليومية اللي لسه ما ضبيتهم، وعلى فكرة موضوع الديكور ابدا مو سهل، يعني هلأ مجمعة انا ربع الديكورات وبدي شوف وجرب شو بيلبق وشو لا، لانه مو بسهولة بيلبقوا مع بعضهم القطع، بدكم كتير تجربوا لبين ما يزبط شي. اوكي في مخلوق هون تدخل واجا يحركش لي شوي بغراضي. فلا شو عم تسوي؟ هي عجبتها لانه بتدور، قاعده عم تدور. يا سلام والله وقع بايدها هلا شيء كنز بالنسبه لها. غيرت رايي، شايفين هاي الصينيه هيك الكبيره، قررت شيلها وحطيت وسعت محلها اثنين من هدول، فحسيت هيك احسن تاخذ مكياجات اكثر. قبل ما اوزعهم بالعلب حاولت افرزهم هون حسب كل نوع، يعني انه الكحله لحال، البلاينر، هاي القصص. You said it was the last time but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on. هلا خلصت، ترى شوفوا الترتيب، يعني قد ايه هدول المنظمات بيفرقوا وبيغيروا لكم كل الوضع. تخيلوا يعني لو بدونهم قد ايه رح يكون الوضع فوضى. يعني حطيت هون لام الاي لاينر، وهون الارواج، هون الجلوس، الليب لاينر محددات، وهون حطيت البلاش روز باودر، وهون الفاونديشن، واقلام الحواجب. هاي الامشاط، يعني انا عدت ترتيبهم، كنت اول شيء حاطه الفاونديشن هون، بعد قررت ارتبهم حسب الترتيب انا شو بستخدم اول شيء. اول شيء انه بستخدم الحواجب والبيس وهي القصص، واخر شيء هدول. والايلاينر حطيته هون لانه ما كتير بستخدم، لانه بعد ما عملت الموش ما عاد كتير استخدمتهم. فولي النتيجة، واو كتير حبيت الترتيب. ميلا هون عم تساعدني، هي قال بدها تسكر الدرج قاعدة عم تساعدني وبتنكش غراض هيك بتاخد شغلات. اوكي هاي الادراج يا جماعه شايفين هاي هيك من فوق لتحت، ناويه اعملهم كلهم لقصص العنايه. هلا هون كنت عم افرزهم بالارض، في هون وهنيك، بدي بلش رتبهم بالدرج. هدول المنظمات ورجيتكم اياهم بفيديو المشتريات، اتوقع بيجي منهم كل الاحجام، يمكن عم رتب فيهم كل الادراج اللي عندي اياهم بالبيت.
فعن جد كثير مفيدات لانه في كل الاحجام حسب انتم شو بتحتاجوا. فهلا بدي ارتب فيهم هاي الادراج. اوكي غيرت رأيي، عم فكر هون حط الماسكات وهون حط الكريمات بس اللي بستخدمها كل يوم، واللي ما بستخدمهم كل يوم رح حطهم هونيك. اوكي هدول الماسكات حبيت دللهم حطهم باقرب صندوق يعني مشان ضل اشوفهم قدامي واتشجع اعتنى يعني، فما حبيت حطهم ورا، لذلك غيرت مكانهم وقربتهم لهون. هي انا مشتريتها من فترة ولسه ما استخدمتها، هي بتحطوها بالفريزر وبعدها بتحطوها على العين هيك بتعمل تبريد مثل الماسك. وهذا الماسك الطيني هالفترة انا كتير بحب الماسكات الطينية عن جد رائع. هاي الماركة من اكتر الماسكات اللي عم بحبهم هالفترة، جبت منها هاد ومن فترة رجعت جبت هذا ليلي بتحطوه قبل النوم، مكتوب عليه ليف مي اون يعني فيكم تحطوه وتناموا ما في داعي تغسلوه، هيك للناس اللي بيتكاسلوا يعملوا عناية. وهيك يا جماعة بنكون خلصنا أول درج للعناية. حطيت بهذا القسم كله ماسكات عشان ما أتكاسل، وأنا كتير بحب أحط ماسكات فهيك كل يوم بفتح الدرج بشوفهم بوشي وبتشجع أحط. وهدول الكريمات اللي بستخدمهم يوميا، وهي كريمات الفور يو، وهون بهي الصندوقة حبيت أحط كريمات الجسم. هذا الجهاز يمكن ما حكيت لكم عنه من قبل، بس انا لي زمان بستخدمه، جهاز فيليبس تبع ازاله الشعر بالليزر. رائع كثير، بس انا ما عاد استخدمته لانه انا اساسا عامله جلسات بعياده. بس انا بوقتها لاحكي لكم انا عملت جلسات ليزر بعياده من زمان، هذا جبته مثل متمم يعني استخدمته السنة تقريبا، ومن وقتها ما رجع لزمني كتير، بس انه بين الفترة والتانية بيلزم. بنصحكم فيه عن جد كتير منيح وبيجي معه عدة روس. شوفوا لي هالمنظر يا جماعة، عن جد مو راحة نفسية وقت واحد هيك بيرتب قطعه وغراضه، بتصيروا بتشوفوا كل شي لازمكم يعني اي موديل بيخطر على بالكم بتجوا بتدوروا بالدرج بتلاقوه فورا. مين بتذكرها هي؟ وقتها طلعت ترند على التيك توك وجبتها على اساس جربها، هي بتعمل الشعر ويفي بدون حرارة، ولهلا ما جربتها لساتها بكيسة. والله بعد ما صار عندي هاي الغرفة رح اتشجع وجرب كتير اشياء جديدة معكم، وان شاء الله رح نعمل مع بعض كتير فيديوهات حلوة. والله قريبا رح اجربها معكم، مع انه بعرف يمكن كتير ناس جربوها معكم، بس انا حابة احكي لكم تجربتي الخاصة. اوكي هلا دور هذا الدرج، رح حط فيه سبراي الشعر واشياء العناية بالشعر وهيك. ضبيت فيها كل الادوات الكهربائيه تبع الشعر، الليس، السشوار، الفير، هاد تبع السفر كتير كتير بحبه، شوفوا هيك بيجي صغير وبينفتح هيك فيكم تفتحوه. هاي كمان ما بقدر بلاها للملابس، بس تشوفوا هيك الملابس بلشوا يطلعوا وبر، بتشغلوها هيك وهي بتقص كل الوبرات وبتجمعهم هون، عن جد رائعه ما بقدر بلاها.
اوكي ترى هذا الحذاء ما بعرف شو كان ببالي وقت اشتريته، فما بعرف كتبوا لي مع شو واحد ممكن يلبس شوز احمر، بحس كثير يعني صعب تلاقوا له شيء يلبق عليه. هلا عندي هدول بيجوا اعمال ريزن، وقتها هدتني اياهم وحده بتتابعني وعندها صفحه بتشتغل هي الاشياء، فقلت لازم لاقي لهم محل بهي الغرفه، خاصه هدول التنتين كثير بحبهم، فهلا عم فكر حطهم بشي رف من هدول الرفوف تبع الشناتي. لا بقى مع الخزانة، فرح اترك بس الصغار ورح شيل هاي. هيك حسيت احلى وانعم انه العطورات مع هدول بالزاوية حسيت احلى من قبل. هاي للأسف ما بلاقي لها محل بالغرفة، فيمكن ما استخدمها يمكن. اوكي شلت ربطة شعري لانه فجأة صاري بتجاني راسي كتير، وانتم بتعرفوني انا ما بتحمل اربط شعري. هلا شوفوا انا قبل كنت حاطة اكسسواراتي بهاي العلب، شوفوا هاي بتجي كتير حلوة فيها هيك كذا طابق، بوقتها جبتها يمكن من شيئين او من امازون والله نسيت. شوفوا قلت بورجيكم اياها لانه عن جد اختراع حلو كان مريحني قبل. هيك باول طبقه بتلاقوا هذا المكان مقسم فيه الحلاق الناعمه، واللي تحته بيجي هيك اعرض شوي، وهذا اخر واحد حاطه فيه انه الاكسسوارات الكبيره. وكمان هي المفروض للمكياج، هي كمان هيك مثل شنطه، هي يمكن جبتها من الاكشن بوقتها. بالاول ما جبتها كنت استخدمها للمكياج، بعدها صارت للاكسسوار. شوفوا كيف بتفتح كمان حلوه، انه بتنفع اكثر للمكياج. وهي اخر وحده، هي كثير بحبها لانه هيك شكلها كثير حلو على التسريحه، ومقسمة لكتير اقسام. شوفوا كتير بتسع اشياء، كتير كتير بحبها. هاي كمان شكلها كتير حلو. اوكي هلا اول شي مثل ما لكم شايفين انا مبارح رتبت كل الحزامات اللي عندي، يعني هاي مو بس للاكسسوار لهذا اللي بتلبسوه، كمان الحزام فيكم تحطوه فيه. بدي اشرح لكم على هاي الشغلة للناس اللي بالهم فاضي ورايق فقط، اذا ما كانوا مروقين لا تسمعوا لهي الفقرة. بتعرفوا شلون بخزن الملابس او اي خزانة عندكم اياها بيجوا هدول هيك الثقوبة، هاي الثقوبة الغرض منها انه تقدروا تحطوا الرفوف او الدروجة بالارتفاع اللي بدكم اياه، بس بعد ما تثبتوا الراف هاي الثقوبة الفاضية اللي بتضل بتصير شكلها بشع. اخترعوا هذا الاختراع يلي فيكم تسدوا فيه الثقوبة وهيك ببطل شكلهم هيك انه بشع على العين. عشان هيك قلت لكم بس للي باله فاضي، لانه كتار كتير وبدهم واحد حدا مروق هيك يجي يقعد يسدهم. تعالوا نجرب شوفوا، حطوها هيك، شايفين والله فرق، والله فرق، حبيتها كتير. هلا بدي كمل الباقيين، عن جد اختراع حلو، بس ما رح اعمل كل شي ثقوبة، بس الثقوبة اللي هيك الظاهرة اللي جاي للطرف الخارجي. قلتلكم الموضوع بس للي باله فاضي ورايق، وانا اليوم كتير تعبت من الشغل والترتيب فعملت بس هدول. رح كمل هذا الخط ووقف، بعدين بعملهم بالمستقبل، لانه هلا اليوم كتير تعبانه وبدهم كتير هيك بال فاضي تقعدوا تحطوهم وحده وحده، فان شاء الله بعدين بعملهم. المهم انه انا جبتهم من شان غطيهم. شوفوا عن جد في فرق، شايفين بين اللي تغطى وبين لا، عن جد في فرق. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold, why? I keep on making the same mistake. When I begin to get myself
try to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get كل اللوحات انا طلبت بوقتها هاي وهاي، بس هاي حبيتها اكثر بكثير، هاي حسيتها طلعت خفيفه على الحيط. فشو عم فكر انا هذا الفريم عندي منه واحد ثاني، عم فكر هاي فكها وحطها بقلبه. فهلا بدي فكها، شوفوا هي هيك محطوطه على خشبه، ففيني قصها يمكن وحطها بقلب هاد. احلى من انه احطها هيك لحالها، شوفوا هيك كثير مبينه خفيفه يعني، وهي مبينه اتقل منها. موضوع فشل ذريع يعني، ما بعرف بينت هيك مقصقصة وملزقة ما اجت على قد الاطار. المهم رح نمشي حالنا فيها لبين ما اطلب وحدة تانية مثل هاي، لانه كان في من هاي كذا رسمة. هلا ضلت هاي الزاوية حبيت احط فيها هاي الفازة، بتتذكروا اشتريتها معكم وورجيتكم اياها، وحابة احط جنبها هدول السبيكرات اللي عندي اياهم. هدول كثير بنستخدمهم انا والبنات وقتنا نلعب كاريوكي او وقتنا نشغل اغاني. فعندي هاد وعندي واحد تاني، شوفوا كتير كيوت شكله، فحابة احطهم كلهم مع بعض فوق هيك، حاسة شكلهم بيطلع حلو لانه الوانهم شوفوا الوان قريبة من بعض هيك، الوان الباستيل. واو شايفين ما احلاه يا جماعة، بيعطي هاي الزاوية بتصير كلها باللون الوردي. بس هلا وقعان شوي، رح اورجيكم انا جبته لحتى هيك وجهه على الحيط وشوفوا كيف الزاوية كلها اختلفت، صار تحسوها عن جد هيك غرفة بناتية يعني. وبعد ما طفيت يعني نص الاضوية كتير بيعطي جو حلو، واو هيك جو استرخاء. وهيك يا جماعة بكون ورجيتكم كيف رتبت غرفتي الملابس، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي بالفيديو. حبيت شارككم كل التفاصيل لانه بعرف في ناس بتحب تشوف التفاصيل. وكمان ما تنسوا انه في مسابقة ميك اب على السناب شات، روحوا تابعوني هنيك ورح اسحب الرابح قريبا من الناس اللي متابعيني هنيك. وبحبكم كتير كتير كتير، وخليني اقعد هون لانه عن جد تعبت اليوم، وبشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.